بنعرف التصاميم هو صور الأشكال أو الهيئات أو النماذج أو الزخرفة فقط المستعملة لأي صور الأشكال والهيئات أو الزخرفة فقط المستعملة لأي مادة بعملية أو وسيلة اصطناعية. يجب أن يكون لها وسيلة اصطناعية سواء كانت يدوية أو آلية أو كيماوية. يعني عملية التصميم يدوية كيماوية أو آلية منفصلة عن غيرها أو مركبة. ممكن تكون العملية منفصلة أو مركبة مما تستحسنه أو تقدره العين المجردة إذا كانت المادة منجزة، ولكنها لا تشمل طريقة الصنع أو كيفيته أو أي شيء آخر ليس هو في جوهره سوى استنباط آلي. إذا كان فقط استنباط آلي مجرد ما بكونش فيه يعني جهد، لأنه في النهاية هو الجهد الشخصي اللي يؤخذ بعين الاعتبار. ففي هذه الحالة لا يمكن بدخلش في التعريف. الانفنشن هو الاختراع، بيشمل نتاجا جديدا او سلعه تجاريه جديده. يعني نتاجا جديدا هي لفظه اختراع، نتاجا جديدا او سلعه تجاريه جديده او استعمال اي وسيله اكتشفت او عرفت او استعملت بطريقه جديده لاي غايه صناعيه مربوطه ايضا بالغايات الصناعيه. جيد، هون حكينا ضرورة التسجيل في وزارة الاقتصاد الوطني لأي منتج من المنتجات. هون حكينا يمكن صارت واضحة أن المخترع الحقيقي الأول له حق كامل على الاختراع. جيد، له حق كامل وحق التصرف فيه بشكل كامل عن طريق استثماره، تشغيله، صنعه، إعادة صنعه، إنتاجه، تجهيزه، بيعه أو منح رخص للغير بذلك. معظم الدول يعني معظم في خاصة الصناعات الدوائية وغير الدوائية بصير في هناك ترخيص، بصير في هناك اتفاقية ما بين المخترع ما بين الشركة. أصلاً بكون في الشركات البحثية اللي معظم أو الجامعات على سبيل المثال اللي بتوقع اتفاقية مبدئية وبتكون واضحة ما بين الباحثين وما بين أو العاملين وما بين كمان الشركة أو الجامعة حتى يستفيدوا الاثنين من المنتج. هون بالنسبة للعلامات التجارية، في العلامات التجارية شو الهدف منه؟ الهدف منه مش حماية المنتج. جيد؟ مش حماية الجهاز، حماية هذا الديزاين، حماية اللي مش الديزاين، العلامة نفسها. ايوه، نوكيا كيف مكتوبة نوكيا هون؟ التريد مارك. هذه الحماية. يمكن في اشي اوضح مش عارف هون. دل ايوه، شعار الوطنية، شعار جوال الدل، كيف مكتوب بدل، ماشي الحال. هذا اللي بحميه، هذا هو اللي بحميه، مش المنتج نفسه، مش بحميش الكمبيوتر، بحمي الشعار دل بالضبط. وهون حتى انه احمي، حتى يكون هذا الشعار محمي، اول شيء مش الزامي التسجيل. يعني ممكن اني انا اسس شركه وما وأضع لها زي لوجو معين، علامة تجارية معينة، ومع مثال خلي شركة تنتج مياه الغازية أو المياه العادية، ماشي الحال. وفي عندي رسمة معينة مش شرط أروح أسجلها، لكن إذا بدي أنا تكون محمية يجب أن أسجلها. إذا بدي أحميها يجب أنه إيش أسجلها. ومعظم الشركات هذه الكبيرة بتسجل، حتى حاليا صار في وعي الشركات الصغيره او حتى المحامين بعض الاحيان في عندهم لوجو معين بيروحوا بيسجلوه. والعلامه التجاريه تعريفها هي اي كلمه او اسم او رمز او اللون او الصوت التي يتم اعتمادها واستخدامها
من قبل الشركة لتحديد السلع وتمييزها عن تلك المصنعة المباعة من قبل الآخرين، حتى أميز شركة مياه عن شركة مياه ثانية. جيد، جيريكو أميزها عن على سبيل المثال أروى، خلينا نجيب شركات عربية، أروى. جيد، فهذا هو بميزهم الشركتين عن بعض. وهون هذه مهمة، علامة الخدمة هي نفسها كعلامة تجارية، ولكن يعني ولكن العلامة ولكنها لا تحدد كخدمة وليس كمنتج. ماشي الحال؟ يعني بتعملش معها كخدمة أو منتج، بتعمل معها كرسمة، كرسمة اللي هي اللوجو أو العلامة، العلامة نفسها. الهدف منها حماية السمعة التجارية، ماشي الحال، والشهرة للمنتج. أيضا كمان حماية المستهلكين من الخداع، يعني مش أي بكرة أي واحد يقلد شركة جيريكو، المياه لجيريكو أو نوكيا أو أي شركة، وبالتالي يصير يبيع فيها. هذا هو أيضا حماية المستهلكين من الخداع، هذه مهمة أيضا، ليس فقط للشركات نفسها وأيضا للمواطنين أنفسهم. طبعا تسجيل وزارة التجارة يستشف من نصوص المواد أن تسجيل ليس إلزامي بعكس قانون براءة الاختراع. جيد، هذه مسألة أيضا مهمة. نعم، ما فيش حماية، يعني العبرة هون اللي سجل الأول، اللي سجل الأول زي الدومين تبع الويب سايت الهوم بيجز. يعني سي مثال، في ناس على فكرة قبل ما تفتح الوطنية عارفين إنه راح تفتح وطنية شركة موبايل، ففي ناس كتير راحوا وسجلوا الدومين باسم الوطنية، الوطنية وطنية دوت بي اس، الوطنية دوت بي اس، الوطنية دوت اورج، الوطنية دوت كوم. جيد، سجلوهم. أجت الشركة بدها تفتح، بدها تسجل دومين، كل ما بدها تسجل إشي موجود، اضطرت الشركة تروح تشتري منهم الدومين. هم طبعا عملوها على أساس إنه يجوهم، يجوهم، أجتهم واشترت الدومين. في ناس اشترت بألفين دولار، في ناس هذا، في ناس طلب $10,000. جيد، $10,000، بس ما في النهاية الشركة ما دفعتش أكثر من $2,000 بالنسبة لكلنا. حسب القرار والله هو هم خلص سجل. تفهم علي كيف؟ فأجي سجل العلامة التجارية. العلامة التجارية. سجلت في وزارة الاتصال الوطني. مزبوط. لأنه في الطلب بديش أذكر أسماء، بس الطلب $10,000 ماشي الحال، وصلت لبيتا، وفي النهاية بيتا وقفت بجانب الشركة الوطنية، حكت له إنه مربوط بالعلامة التجارية للشركة عشان أنها مسجلة، فبالتالي خيروا حكوا له روح خذ لك $2,000 أحسن لك. أنا كنت ممثل بوزارة الاتصال الوطني في البنين. لما جاء نحط البايلو، إنه أنا كان شرط الأساسي كل مؤسس أو فرد مسجل بوزارة الاتصال الوطني علامة سجل تجاري شركة أو حق مكتسب له تلقائي، إذا سجل في الوزارة يعتبر حق مكتسب له في البنين في البي إس تمام فلسطين. هلا اذا ما سجلوه تقدر تروح تسجله، بس انا بقدر اطالب بفايده، عشان هيك كثير ناس جايين في القانون قاعدين يحطوا حالهم في وضع الضوء. بس ما هو برضه في ما تقدرش تيجي بطل تسجيل شركة.
الشركه لا ما هي ممنوع تسجل الشركه بنفس الاسم. لانه في النهايه مزبوط ليش يكون من سجل ويجي هو يشتروا الاسم من اسم الشركه باسم البنيه هذا انا اختلف اذا جيت سجلت اسم الشركه هاي. طيب كمجمل خلينا نجمل بس كمجمل انه تفتقد فلسطين الى قوانين متقدمه وحديثه حول الملكيه الفكريه. مع ذلك نرجع بحكي انه تقدم هذه القوانين الحمايه الدنيا المطلوبه، وفعلا عندنا حمايه دنيا مطلوبه بحيث انه اذا كان في هناك اي خلاف حول قواعد لها علاقه بالملكيه الفكريه في عندي قوانين بتقدم الحد الادنى للحمايه. هذا تقريبا له علاقه بالماده المتعلقة بالملكية الفكرية. وبرجع وبحكي كمان مرة ما لهاش علاقة مباشرة بالإي جوفرمنت، لكن شيء مهم جدا نعرفه فيما يتعلق بالقوانين العلاقة بالآي تي. يلا أعطيكم العافية.